مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الثانية، مرحبا بكم مجددا من أولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير وديربي الساحل الذي يجمع بين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه النجم الرياضي الساحلي. بعد لحظات ستنطلق الفترة الثانية من هذه المباراة. تحية مرة أخرى في هذه الأمسية الكروية انطلاق الشوط الثاني بعد ما تركنا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. شوط أول كان في حدود المتوسط أو أقل باستثناء بعض الفترات اللي حاول كل فريق أنه يلعب بأكثر سرعة يخلق بعض الفرص. شاهدنا بعض الفرص من النجم الرياضي الساحلي لكن ما كانتش صعيبة على الحارس مكرم البديري، خاصة بعض التسديدات من أيمن الصفيقسي وكذلك من حمزة الأحمر، ولكن في كل مرة الكرة كانت جانبية. بينما لعب الاتحاد الرياضي المنستيري خاصة على عمق دفاع النجم الرياضي الساحلي بالتمريرات الطويلة باتجاه خاصة اللاعب هشام السيفي، لكن اللمسة الأخيرة كانت غايبة كذلك بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. وإن شاء الله في الشوط الثاني يرتفع نسق المباراة بتسجيل الأهداف سواء من هذا الفريق أو من ذاك، حتى نتمتع بمباراة كبيرة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي. الكرة دور في مناطق النجم، وفي الأثناء نعطيكم الزوز تشكيلات اللي نزل بها كل مدرب. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي أيمن البلبولي في حراسة المرمى، ثم غازي عبد الرزاق، محمد عمر، كوناتي، ثم رامي البدوي، حمدي نجاز، محمد أمين بن عمر، حمزة الأحمر، علي البريقي، أيمن الترابلسي، أيمن الصفاقسي، ودياغو أكوستا. بثلاثة تغييرات بالمقارنة مع الجولة الماضية قام بها المدرب يوبير فيلود. البقية اللاعبين الكل موجودين، رامي البدوي منذ البداية في محور الدفاع، أيمن الترابلسي كذلك منذ البداية في وسط الميدان، ودياغو أكوستا في الهجوم مكان عمر مرعي اللاعب المصري. هذه هي التغييرات منذ بداية المباراة بالنسبة للمدرب إيبير فيلود. والكرة تخرج لصالح النجم، لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يمثل كل من مكرم البديري في حراسة المرمى، ثم زياد المشموم، محمد بن منصور، وليد الهيشري، حسام الزديري، أمير الصباحي. التغيير الوحيد مكان حمزة حدة بالمقارنة مع زوز مباريات الأولى. أحمد الغربي أصيب منذ الربع ساعة الأول من المباراة، خرج وخذا مكانه زياد السوسي، ثم أنان تيجاني، رفيق كابو، مجدي المسراتي، وتتنفذ الركنية والكرة الجانبية. الكرة الجانبية ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي. قلت إذن رفيق كابو، مجدي المسراتي، وهشام السيفي. التشكيلة الأساسية للمدرب اسكندر القصري اللي قام بتغيير افتراري كما قلنا، دخول زياد السوسي مكان أحمد الغربي اللي تعرض لإصابة بمفرده في الربع ساعة الأول من هذه المباراة. إذن تقريبا ثلاثة دقائق منذ انطلاق الفترة الثانية، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق حمدي نجاز. حمدي نجاز يوزع والكرة في دين الحارس، لكن ثم ركنية. مساعد الحكم يعلن عن ركنية، لقاء يديره الحكم كريم الخميري بمساعدة كل من وليد الحراق وأيمن الرياحي، حكم رابع أيمن النصري، مراقب المباراة شكري سعد الله، والمنسق العام للقاء ذاكر الرباعي. والركنية على يسار الحارس مكرم البديري. شوفوا الإعادة، العملية كانت عن طريق حمدي نجاز، والركنية حمزة الأحمر في التنفيذ، يرفع الكرة وما زالت تختير البريقي، علي البريقي سدد والدفاع يرجع والكرة تعود لصالح النجم. ثم حمزة الأحمر ما يخرجش على الكرة، حمزة الأحمر ما هوش موجود في قائمة نبيل معلول، وربما هذا أثار استياء أحباء النجم الرياضي الساحلي اللي يعتبروا أنه حمزة الأحمر عنده مكان في تشكيلة المنتخب والإمكانيات متاعه ثابتة، لكن إذا ملاعبي ما يكونش في القائمة هذا ما يعنيش أنه تشكيك في إمكانياته. على كل الخيار كان للناخب الوطني، وإحنا نخليه له حرية الاختيار وكذلك المسؤولية بعد ذلك عن اختياراته. على كل في غياب حمزة الأحمر نلقاو أيمن البلبولي، رامي البدوي، حمدي نجيز، ومحمد أمين بن عمر. هذا هما الملاعبية اللي استدعاهم نبيل معلول في القائمة المخصصة لزوز لقاءات متاع الكونغو الديمقراطية.
على درب نهائيات كأس العالم روسيا 2018. ولا كما قلت المواعيد مهمة بالنسبة للمنتخب، 1 و5 سبتمبر مع فريق الكونغو ذهابا وإيابا، كرة لصالح النجم رضي الساحلي. الدقيقة 5 في الشوط الثاني، محمد أمين بن عمر ممتازة، نجازي يحاول يوزع والكرة أرضية يرجعها الدفاع، تعود مرة أخرى محمد أمين بن عمر، القلب النابض بالنسبة للنجم رضي الساحلي، يرفع الكرة ترجع من جديد لصالح النجم أيمن الترابلسي، يلعب الحمزة الأحمر، ثم محمد أمين بن عمر لتياغو أكوستا، أكوستا يوزع والدفاع يتدخل، تعود الكرة من محمد بن منصور ولا يسقط على أرضية الميدان. محمد بن منصور كذلك لاعب ملاعبي عنده خبرة ولعب في الترجي الرياضي التونسي، ثم تجربة كانت مع الملعب الجيبسي كيف كيف، والتحول هذا الموسم للاتحاد الرياضي المونستيري، وانا نحكي على بطبيعة الانتقالات، نستغل توقف اللعب بعد إصابة محمد بن منصور، قلت عودة هشام السيفي ومجدي المصراتي للاتحاد الرياضي المونستيري، ثم انتداب كل من حمزة حدى الحارس شرف الدين الشريف احتياطي، محمد حسام الزديري، كذلك باتريس قبالا، هذا اللاعب اللي عاد لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، لعب الإيفواري بعد منزل الاتحاد المونستيري في موسم 2014-2015 للرابطة الثانية، غادر هذا اللاعب الاتحاد المونستيري إلى الاتحاد السعودي، ثم بعد رجوع الاتحاد الرياضي المونستيري، وهذه فرصة خطيرة، الحارس مكرم البديري يحرم اللاعب النجم علي البريقي من التهديف، والعملية كانت خطيرة جدا لصالح النجم الرياضي الساحلي، قلت حارس ممتاز جدا مكرم البديري يتمكن من إيقاف الكرة من تقريبا أمام أرجل علي البريقي، عملية ممتازة وتصدي لحارس الاتحاد الرياضي المونستيري، ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي عن طريق محمد أمين بن عمر، ثم أيمن الترابلسي، وغازي عبد الرزاق يوسع ويخرج مرة أخرى الحارس، يخرج الحارس والكرة تبقى لصالح النجم، يطالب بمخالفة، شوفوا يعني شجاعة كبيرة لهذا الحارس اللي يستبق الأحداث للمرة الثانية أمام دياغو أكوستا، هذه المرة أمام دياغو أكوستا يستبق الأحداث وبكل شجاعة يبقى على أرضية الميدان هو ودياغو أكوستا، ولكن الحكم يقول ثم تماس ولا يمنح المخالفة للحارس اللي طالب بمخالفة. على كل كنت عند باتريس قبالا، قلت عاد هذا الإيفواري إلى الفريق بعد الرجوع إلى الرابطة المحترفة الأولى من الاتحاد السعودي، ثم كذلك لعب ثاني مبامبيلي من الكونغو، لعب منتخب أقل من 21 سنة، انتدبوا كذلك الاتحاد الرياضي المونستيري ما هوش موجود اليوم لأنه اليوم ثم كان أنان تيجاني، هذا اللاعب البنيني مواليد 97، إعارة من الترجي الرياضي التونسي لموسم واحد. كذلك من انتدابات الاتحاد الرياضي المونستيري عثمان السعيدي من مساكن، وهو قلب هجوم، إذا اللاعب الأجنبي الوحيد اليوم بالنسبة للاتحاد هو أنان تيجاني البنيني في شكل إعارة من الترجي الرياضي التونسي، وتطعيم بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري بعديد الأسماء أبرزها بطبيعة هشام السيفي، وكذلك مجدي المصراتي اللي زوز ملعبية يذكرونا بطبيعة بال يعني السنوات الكبيرة اللي عملها الاتحاد الرياضي المونستيري والمواسم اللي قدم فيها كرة قدم يعني جميلة ياسر، في خاصة موسم 2007-2008، كرة ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري، محاولة عكس الهجوم من مجدي المصراتي، مجدي المصراتي يحاول يكمل بالكرة تتفكله ياخذها عليه البريقي، ثم محمد أمين بن عمر، محمد أمين بن عمر يرفع الكرة بعيدة خارج الميدان، قلت يعني مواسم كانت زاهرة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري 2007-2008، نعرفه لفريق
يعني خدموا فوزي البنزرتي وكذلك لطفي رحيم في تلك الفترة، ثم كمل به سمير جويلي وحقق به يعني موسم ممتاز جدا على مستوى البطولة. ثم 2009 الدور النهائي لكأس تونس أمام النادي الصفاقسي يوم 24 مايو 2009 يخسر النهائي أمام النادي الصفاقسي، ثم دور ربع النهائي في يعني البطولة العربية والمرتبة الرابعة في البطولة هذا في موسم 2009. لكن الخيبة أتت بسرعة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري اللي نزل في موسم 2010 إلى الرابطة المحترفة الثانية وعاد في 2011 ثم نزل في 2014-2015 وعاد هذا الموسم. هذا تقريبا بسرعة يعني مسيرة هذا الفريق اللي بكل صراحة يعني ما كانش يستحق وقتها الرابطة الثانية مع بطبيعة أسماء كبيرة في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري على غرار هشام السيفي، عبد المجيد بن بلقاسم، ماهر الحناشي، أيمن العياري، علي بن عبد القادر، الحارس مروان بريك. كان وقتها فريق يعني أينما حل لابد أنه يقدم المردود وكذلك النتيجة، وكل الفرق كانت تهاب الاتحاد الرياضي المونستيري في تلك الفترة، في خاصة كما قلت من 2007-2008 إلى نهاية موسم 2009. الكرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي، أيمن الترابلسي، والافتكاك الكرة تعود للاتحاد الرياضي المونستيري. ثم من جديد للنجم الساحلي دياغو أكوستا، ما ترجعلوش الكرة بعيدة، تمشي مباشرة خارج الميدان ضربة مرمى للاتحاد الرياضي المونستيري. ثم تغيير في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، باش يدخل اللاعب سليم بن ملقاسم مكان حمزة الأحمر، هذا هو التغيير الأول. يهم وسط الميدان بالنسبة لإيبير فيلود، إذا يخرج حمزة الأحمر ويدخل سليم بن بلقاسم. اللاعب كذلك عنده إمكانيات فنية كبيرة سليم بن بلقاسم، يعني عرفناه في بعض الفرق الأخرى ثم تم انتدابه، لعب في الترجي الرياضي الجرجيسي وفي فرق أخرى ثم النجم الرياضي الساحلي، بعد كانت عنده تجربة كذلك حتى في شبيبة القيروان. والكرة تعود في مناطق النجم الرياضي الساحلي، غازي عبد الرزاق للحارس أيمن البلبولي إلى وسط الميدان وليد الهشري، رفيق كابو يعطي كرة تمريرة سريعة لكن تعدى مباشرة للحارس أيمن البلبولي. نذكركم بالنتائج الحاصلة بالنسبة للقاءات اليوم، الترجي الرياضي فاز على النادي الرياضي البنزرتي في منزل عبد الرحمن 3-2، ثم كذلك نادي أولمبيك مدنين فاز على اتحاد بنقردان في بنقردان 3-2، والتعادل السلبي بين مستقبل جيبس والترجي الجرجيسي، ثم التعادل الإيجابي 1-1 بين نجم المتلوي والملعب الجيبسي. هذه النتائج النهائية بالنسبة للقاءات اللي انطلقت قبل الساعة 7، وبالنسبة للقاءات الأخرى التعادل بين النادي الأفريقي والملعب التونسي 1-1، والنادي الصفاقسي متقدم في الشوط الأول على شبيبة القيروان بثلاثية نظيفة. هذه فكرة على النتائج الحاصلة، بينما هنا في مصطفى بن جنات بالمنستير التعادل 0-0 في دربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي. ننتظر الأهداف في هذه المباراة. كرة عند النجم بعد تغيير في وسط الميدان، كرة تخلط لغازي عبد الرزاق، ثم ورائية لعمر كانوتي. عمر كانوتي هذا من انتدابات النجم الرياضي الساحلي، حكينا على انتدابات الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنجم كذلك قام ببعض الانتدابات الموجهة على غرار محمد عمر كانوتي في محور الدفاع مكان عمر جمل، هذا اللاعب اللي كان في نهضة بركان المغربي وتم اختياره أحسن أجنبي في بطولة المغرب في الموسم الماضي، اللاعب المالي
ثم كذلك عودة أمين الشرميتي من العربي الكويتي، انتداب عمر مرعي من أمبي المصري، عمر زكري من النادي الرياضي لحمام الأنف، وجاك أمور أمبي، والكرة تسديدة في يدين الحارس مكرم البديري. قلت كذلك اللاعب الكاميروني جاك أمور أمبي من فريق ياواندي الكاميروني. هذه الانتدابات اللي قام بها النجم الرياضي الساحلي بالنسبة لبداية هذا الموسم، ولكن النجم في المقابل تقريبا حافظ على كل اللاعبين نتاعو ما عدا عمر جمل اللي غادر إلى العربي القطري، البقية الكل موجودين. ونعرفوا هذا تسلل ضد هجوم النجم الرياضي الساحلي، نعرفوا الفريق هذا متكون عنده سنوات والملاعبية يعرفوا بعضهم ولعبوا مع بعضهم عديد المباريات. بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي مع تطعيمه ببعض الأسباب وبالطبيعة البحث عن العودة للألقاب بالنسبة لفريق جوهرة الساحل في هذا الموسم، الكرة ترجع من مكرم البديري ويتواصل الهجوم ويدخل الدفاع، الهجوم للاتحاد الرياضي المونستيري هشام السيف، والركنيه لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. الترجي يصبح في الطليعه بتسع نقاط، والنجم المتلوي والملعب الجبسي في المرتبه الثانيه بسبع نقاط، والنجم في المرتبه الرابعه بسته نقاط. هذا الترتيب الحالي قبل انتهاء الجوله. مجدي المسراتي في تنفيذ الركنيه للاتحاد الرياضي المونستيري، يخرج الدفاع والكره بعيده كما جات من أنيس ترابلسي أو أيمن ترابلسي عفوا، المخالفة للنجم الرياضي الساحلي تتنفذ. محمد أمين بن عمر لسليم بن بلقاسم، سليم بن بلقاسم يلعب كرة علي البريك، علي البريك، محمد أمين بن عمر، ثم سليم بن بلقاسم. نجم الساحلي كان بإمكانه التهديف في الشوط الثاني، ولكن تألق الحارس مكرم البديري أمام علي البريقي في مرة أولى، ثم أمام دياغو أكوستا بكل شجاعة لبعض الكرة إلى تماس الركنية عند سليم بن بلقاسم لصالح النجم الرياضي الساحلي. بينما الاتحاد الرياضي المونستير مازال يبحث عن الكرات الطويلة، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النجم الرياضي الساحلي، الهدف الأول عن طريق دياغو أكوستا. الدقيقة 18 في الشوط الثاني، يسجل النجم الرياضي الساحلي ويفتتح النتيجة. دقيقة 63 في المباراة بعد ركنية من سليم بن بلقاسم دياغو أكوستا، وفرحة أحباء النجم الرياضي الساحلي مشاهدينا الكرام. هدف لصالح النجم الرياضي الساحلي سليم بن بلقاسم في الركنية والرأسية من دياغو أكوستا، هذا هو الهدف، هذه الإعادة وهدف ممتاز. شوفوا الصعود فوق الجميع دياغو أكوستا ويسجل الهدف الأول لصالح النجم الرياضي الساحلي. دقيقة 18 يعني دقيقة 63 في المباراة، أمامكم دياغو أكوستا صاحب الهدف الأول وافتتاح النتيجة هنا في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. النجم الرياضي الساحلي يأخذ الأسبقية من كرة ثابتة، وهذه أكوستا يسدد والحارس يتصدى مرة أخرى، أكوستا يسدد والحارس مكرم البديري يتصدى، إمكانية إضافة الهدف الثاني وتألق الحارس. هذا هو دياغو أكوستا. إذا تتغير قلت النتيجة والأسبقية من كرة ثابتة بعد خروج حمزة الأحمر. نعرف كذلك سليب بلقاسم اختصاصي في الكرات الثابتة، ينفذ الركنية دقيقة وممتاز التنفيذ والارتقاء والصعود نتاع دياغو أكوستا فوق الجميع، إغارة الحارس مكرم البديري، هدف مقابل صفر. النتيجة الحالية هنا في ملعب المونستير
في الديربي الساحل. النجم يحاول يأكد سباقيته التاريخية في هذا الديربي، والكرة ترجع من الدفاع تعود من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي، يحاول ياخذها فريق الاتحاد، والحكم يطلب اللعب يقول ما فماش مخالفة. النقاز يوزع والكرة ياخذها الحارس مكرم البديري، ترجع الكرة بسرعة من حارس مرمى الاتحاد الرياضي المونستيري، تتعدى على كانوتي خطيرة ولا يدخل عبد الرزاق، رأسية لأيمن البلبولي، كرة رأسية لأيمن البلبولي. حكيت على الاستقرار بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي الساحلي، يعني مقارنة بالموسم الماضي أغلب الأسماء موجودة على غرار بن عمر والنقاز وغازي عبد الرزاق ورامي البدوي وكذلك دياغو أكوستا وأيمن الترابلسي، يعني تقريبا أغلب اللاعبين. كيف كيف الاتحاد الرياضي المونستيري، يعني رغم الانتدابات اللي قام بها ما فرطش في عديد اللاعبين من تشكيلة الصعود. هذه مخالفة للاتحاد الرياضي المونستيري، الاتحاد اللي مازال يلعب بمكرم البديري في حراسة المرمى، وليد الهشري، محمد بن منصور، زياد المشموم، أمير الصباحي، أحمد الغربي، رفيق الكابو، حسن المسعدي، زياد السوسي، الكلهم موجودين منذ الموسم الماضي في التشكيلة. يعني كيف كيف المحافظة على الرصيد البشري، هذه خاصية تجمع الفريقين اليوم. والمخالفة قلت لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري، تتنفذ الكرة في اتجاه أنان تجاني، والكرة تخرج لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. تماس للاتحاد الرياضي المونستيري في منتصف الفترة الثانية، هدف مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي، والكرة ترجع من غازي عبد الرزاق. الحقيقة هدف يعني كان في سياقه بالنسبة للمباراة، باعتبار انه قلت النجم كان قادر على التهديف منذ البداية لولا تألق الحارس مكرم البديري امام علي البريقي في مناسبة اولى، ثم امام دياغو اكوستا في مناسبة ثانية، ولكن في الثالثة تمكن دياغو اكوستا من مغالطة الحارس اللي تصدى في الكرة الرابعة امام دياغو اكوستا، يعني ثالثة لاكوستا كانت، والا تكون النتيجة 2-0، ولكن مكرم البديري بعد الهدف تصدى لتسديدة اكوستا. هذا يبير فيلود رغم التقدم في النتيجة، يعني مازال كيف كيف لا يهدأ له بال في المنطقة المخصصة ليه، بينما يحاول اسكندر القصري بكل هدوء يقرأ المباراة مرة أخرى. هذا اللي قاعدين نشاهدوا فيه هو والمساعد بتاعه، وهذه الكرة تتعدى للحارس، كانت من مجدي المسراتي، تعديت كرة مباشرة ياخذ الحارس أيمن بلبولي. قلت الاسكندر القصري ورياض الخليري بكل هدوء حاولوا يقرأوا المباراة من جديد بعد الهدف. مازال الوقت في اللقاء أكثر من 20 دقيقة، والكرة لصالح النجم علي البريكي تخرج إلى التماس لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. التماس إذن للاتحاد الرياضي المونستيري، والكرة ما خويش أنان تيجاني تخرج إلى التماس جديد لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. يتنفذ التماس مجدي المسراتي والكرة تخرج مرة أخرى، يعني ثم كرة تبقى في تقريبا نفس المكان لمدة طويلة. محمد بن منصور في تنفيذ التماس، ثم تغيير في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري، خروج اللاعب رقم 7 رفيق كابو ودخول عثمان السعيدي. إذن عثمان السعيدي هذا هو اللاعب الهداف المنتدب من فريق هلال المساكن، قلب هجوم. إذن واضحة العملية والنية بالنسبة ل
اسكندر القصري، هذا امامكم رفيق كابو يخرج ويدخل عثمان السعيدي. قلت واضحه النيه، اللعبه الهجوم، ما عادش عنده ما يخسر باعتباره متخلف في النتيجه. وامامكم اسكندر القصري بهدف مقابل صفر. الهجوم للاتحاد الرياضي المنستيري والكره تتعدى، ياخذها اللاعب عثمان السعيدي اللي دخل منذ قليل. محمد بن منصور، محمد بن منصور، انان تيجاني، انان تيجاني يحاول يحافظ على الكره، تتفكله ترجع للنجم الرياضي الساحلي عن طريق ايمن الترابلسي. ثم محمد امين بن عمر، رامي البدف يرجع لبن عمر. شوفوا الكره كيفاش تخرج بكل راحه. قلت فما انسجام وتوماتيزم كبير بين اللاعبيه في النجم الرياضي الساحلي، باعتبار انهم لسنوات يلعبوا مع بعضهم في نفس الفريق. وهذا ما حاول يحافظ عليه كذلك الاتحاد الرياضي المنستيري من خلال الابقاء على نسبه كبيره من الاسماء اللي صعدت بالفريق الموسم الماضي الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. والكره تخرج تماس للاتحاد الرياضي المنستيري. زوج تغييرات بالنسبه لاسكندر القصري، واحد افتراري وواحد بطبيعه حتمتوا عليه المجريات نتاع المقابله، بينما تغيير واحد بالنسبه ليوبير فيلود. سليم بن القاسم مكان حمزه الاحمر، والكره تبقى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. انان تيجاني ما تعداش الكره. ثم الدفاع بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي كان اقرب للتهديف في الشوط الثاني، حتى في الشوط الاول لعب الهجوم النجم، ولكن كما قلت ما وجعش برشا في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني ضغط اكثر النجم الرياضي الساحلي على المناطق الدفاعيه لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي عنده الكره الان من امير الصباحي. دخلت الكره لهشام السيفي، ثم انان، والتغطيه من عمر كونتي، ترجع الكره عند علي البريكي. محمد بن منصور مع ايمن الترابلسي، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ثم التغيير كيف كيف بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، باش يخرج اللاعب علي البريكي ويدخل وجدي كشريده، لاعب كذلك ظهر امكانيات كبيره وانه قادر على تقمص زي النجم الرياضي الساحلي في الموسم الماضي. ايمن او وجدي كشريده عفوا مكان علي البريكي. هذا هو التغيير الثاني بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. يتنفذ التماس والكره ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. اعاده تنفيذ التماس. حمدي النجاز، حمدي النجاز ينفذ التماس. مصراتي، كره ترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، والكره توصل لعثمان السعيدي ولكن ما يتحكمش في كورته، ياخذها ايمن البلبولي. قريب دخلت للنص ساعه في الشوط الثاني. وجدي كشريده، وجدي كشريده يحاول يعدي الكره، متوسط ميدان ممتاز جدا. وجدي كشريده من شبان النجم الرياضي الساحلي، والكره تتعدى الى وسط الميدان. مجدي المسراتي يلعب مع محمد بن منصور، والكره تتعدى للدفاع. رامي البدوي لايمن البلبولي، ايمن البلبولي مباشره الى التماس، ما خذاش الكرة على ريحته أيمن بلبولي. يتنفذ التماس. أنان تيجاني، أنان تيجاني لعب البنيني، والكرة ياخذها أمير الصباحي. ثم المدافع وليد الهيشري، والتقطع من جديد الكرة. شوفوا يعني الكرة عندما دخلت لل 30 متر الأخيرة سهولة افتكاك الكرة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. الهجوم المعاكس والتدخل وليد الهيشري، والدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة، شوفوا الاسكندر القصري يأمر لاعبيه بالتقدم أكثر بأكثر سرعة. مجدي المسراتي، مجدي المسراتي يلعب الكرة في اتجاه السعيد، يخرج الحارس. ثم راية، ثم راية، ثم راية، والتسلل
تسلل ضد هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة إذن بمخالفة التسلل. مرة أخرى الإشارة من حكم المباراة والكرة ترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. وليد الهيشري طويلة عثمان السعيدي والمخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. نذكر أنه آخر موسم قبل النزول إلى الرابطة الثانية بالنسبة للاتحاد المنستيري النجم الساحلي فاز ذهابا وإيابا على الاتحاد 3-0 في سوسة و 2-1 في المنستير. والتغيير يخرج هشام السيفي ويدخل المانع بن حسين. إذا هشام السيفي التغيير الثالث والأخير بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. المانع بن حسين هذا اللاعب اللي نشط في سكاك الحديد الصفاقسي لعب ممتاز جدا وغاب خلال زوج جولات الأولى وغيابه أثار استغراب جماهير الاتحاد خاصة أنه لاعب متألق تميز في الموسم الماضي بمردود كبير وكان من أبرز اللاعبين وأكثر عطاء في الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا الهجوم لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري والإمكانية التهديف. يخرج الحارس يخرج أيمن البلبولي يخرج أمام لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري يخرج والكرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. هجوم كان سريع وخطير بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة من جديد ولا يدخل المدافع عمر كانوتي. ثم المخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي. هذه الإعادة كانت ثم مطالبة من الجماهير بمخالفة لكن كنتوا تشاهدوا في الإعادة وتدخل الحارس البلبولي أمام مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا التغيير الثالث كذلك بالنسبة للنجم دياغو أكوستا يخرج صاحب الهدف ودخول عمرو مرعي. إذا هذا هو التغيير دياغو أكوستا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في المباراة. التعويضات انتهت بالنسبة للزوز مدربين والكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. قلت خروج صاحب الهدف الوحيد دياغو أكوستا. ترجع الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري وعكس الهجوم اختير الكرة محاولة التمرير داخل مناطق الجزاء ويدخل الدفاع يخلط دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري وترجع الكرة من جديد مجدي المسراتي لكن الكرة ما تعديش وجدي او ايمن الترابلسي. ثم محمد امين بن عمر ممتازه الكره ما فماش تسلل امكانيه التهديف ويخرج الحارس امكانيه التهديف تضيع على عمر المرعي. هذا هو اللاعب المصري يضيع هدف محقق هدف محقق ما كانش فما تسلل والحارس يعني حب يراوغ الحارس لكن هذه المره تسلل عمر مرعي في تسلل لاعب انبي المصري يضيع الهدف الثاني بطريقه غريبه في توقيت 34 دقيقة. هدف يضيع على النجم الرياضي الساحلي من أقدام لاعب أنبيا المصري بعد ما دخل الحارس وتباطأ من المهاجم عمر مرعي. كرة ترجع للحارس أيمن البلبولي إمكانية التهديف واردة قلت بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي سجل هدف ولكن كان بإمكانه أكثر بعد تألق الحارس أمام دياغو أكوستا بعد الهدف تسديدة قوية ثم أمام عمرو مرعي
الكره لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق المانع بن حسين. قلت هذا اللاعب اللي قال عليه المدرب الاسكندر القصري او فسر غيابه في الزوج جولات الاولى بعدم الجاهزيه رغم قناعته بالامكانيات العريضه للمانع بن حسين وانه ما كان موجود في التشكيله الاساسيه. على كل هذه فرصه للمانع بن حسين اليوم تقريبا ربع ساعه في المباراه يعني دخل منذ قليل واحنا الان في الدقيقه 35 ربما باش يظهر البعض من امكانياته امام اسكندر القصري. الكره تعود بضربه مرمى لصالح النجم الرياضي الساحلي. نجم متقدم في النتيجه قلت في اخر موسم في الرابطه الاولى بالنسبه للاتحاد النجم فازت ذهابا وايابا 3-0 2-1 ثم كذا في موسم 2014-2015 ثم كذلك في موسم 2013-2014 فاز ذهابا وايابا 3-0 3-0. كانت هناك اسبقيه في الزوز موسم هذه لكن قبلها الاسبقيه كانت للاتحاد الرياضي المنستيري اللي فاز في 2012-2013 4-1 في الذهاب وتعادل 0-0 في الاياب وفي 2011-2012 التعادل في سوسه 0-0 وفوز الاتحاد في المنستير 2-0. يعني تقريبا في المواسم الاخيره تقسموا النتائج الزوز فرق موسم 2011-2012 و2012-2013 كان لصالح الاتحاد و2013-2014-2014-2015 كان لصالح النجم الرياضي الساحلي. الكره من المانع بن حسين لكن ياخذها وجدي كشريده والكره تخرج الى التماس. اخر فوز للنجم كان يوم 22 مارس 2015 2-1 واخر فوز للاتحاد يوم 16 ديسمبر 2012 4-1 في هذا الملعب مصطفى بن جنات. كره عند عمر كانوتي. عمر كانوتي يرفع الكره ترجع لصالح النجم لكن خارج الميدان تماس. النتائج العريضه كانت موجوده كذلك في تاريخ اللقاءات بين الفريقين ولو انه اليوم شاهدنا هدف وحيد الى حد الان لكن النتائج العريضه كانت موجوده خاصه للنجم الساحلي 5-0 4-0 في 2003-2004 كذلك في موسم 2000 99 2000. ولكن ابرز مباراه تبقى في الذاكره بين الفريقين المباراه المجنونه سميت انذاك في موسم 92-93 فوز الاتحاد المنستيري على النجم ب6-5 يعني في مباراه تسجلوا 11 هدف كاملين وكانت وقتها مباراه مجنونه فريق يسجل والاخر يعدل ولكن في الاخير الاتحاد هو اللي فاز ب6-5. هذه كوره ممتازه لصالح النجم الذي الساحلي. عامر مرعي خرج كوره ولكن الدفاع متفطن. كوره كانت كادت تجيب هدف للنجم الذي الساحلي. ترجع من جديد الكوره لصالح النجم ولا الركنيه على يمين الحارس مكرم البديري. الركنيه اذا لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد بطبيعه بعض الذكريات اللي قدمناها عن هذا الديربي ديربي الساحل وبعض المباريات اللي بقت في البال من هذه المباريات اللي جمعت بين الفريقين. تتنفذ الركنية وعمر كانوتي جانبية رأسية من المدافع المالي عمر كانوتي أحسن لاعب أجنبي في البطولة المغربية في الموسم الماضي أمامكم على الصورة. والكرة باش ترجع بضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. زوج تعادلات في زوج جولات الأولى بنفس النتيجه 0-0 امام النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والى حد الان هدف مقابل صفر منهزم في الديربي امام النجم. بينما النجم الساحلي بالعلامه الكامله الفوز 2-1 على النادي البنزرتي في بنزرت والفوز كذلك على مستقبل جيبس في سوسه بثلاث اهداف مقابل صفر ثاني تنقل في الموسم بالنسبه لفريق النجم الرياضي الساحلي. كرة عند النجم ولا تتعدى لوجدي كشريده داخل مناطق الجزاء دخل الدفاع
عن طريق محمد بن منصور، وعكس الهجوم أنان تيجاني. أنان تيجاني يلعب الكرة في اتجاه عثمان السعيدي، ولكن ما يتمكنش باش ياخذ كورته. ترجع من جديد من كانوتي إلى التماس للاتحاد الرياضي المونستيري. إلى حد الآن 5 لاعبين سجلوا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. حمزة الأحمر، غازي عبد الرزاق، أمين الشرميتي، رامي البدوي، أيمن الصفيقسي، واليوم دياغو أكوستا. التماس إذن للاتحاد الرياضي المونستيري. محمد بن منصور ينفذ تماس طويل داخل المناطق، ترجع الكرة من الدفاع، ثم أنان ما يسددش كما يلزم، وتبقى الكرة للاتحاد الرياضي المونستيري. مجدي المسراتي، ثم عثمان السعيدي يحاول يسدد من بعيد، لكن تضرب الكرة في الدفاع وترجع عند الاتحاد الرياضي المونستيري. محمد بن منصور ما ياخذش الكرة. شوفوا يعني حتى بدنيا تراجع فريق الاتحاد الرياضي المونستيري، تم تراجع على المستوى البدني رغم التغييرات اللي قام بها اسكندر القسري. ولا شوفوا العملية هذه، محمد بن منصور حاب ياخذ الكرة، إصابة عضلية لكن رجع يكمل المباراة، يعود ياخذ الكرة. محمد بن منصور إلى التماس، إلى حد الآن النجم حقق المهم وهو تسجيل الأهداف في هذه المباراة، يعني سجل هدف باعتباره يبحث عن الفوز قبل ما تركنا البطولة إلى الراحة. والمباراة اليوم هي فرصة للوقوف على قيمة العمل والإصلاحات اللي قام بها المدرب تيلة التحذيرات، رغم أنه الاتحاد المونستيري يعتبر من الفرق العنيدة خاصة لما تلعب مع الفرق اللي تتنافس عادة على اللقب. الكرة ترجع لرامي البدوي، طويلة والتسلل ضد عامر مرعي، ترجع الكرة إذن بمخالفة التسلل. هذا الديربي يأتي قبل بضعة أسابيع من زوز لقاءات صعبة للنجم الساحلي، الترجي في البطولة وأهلي طرابلس الليبي في كأس الأبطال، والهجوم للاتحاد الرياضي المونستيري. لكن الكرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. حيرة كبيرة للمدرب الفرنسي إيبير فيلوت، وهذا الجانب يعني من جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي حاضرة وبدأت تحتفل ربما بالهدف اللي تسجل، لأنه تقريبا دقيقتين و30 ثانية على نهاية 90 دقيقة، لكن ما نجموش نحكموا على حتى مباراة إلا عند انتهاء التوقيت والصافرة النهائية للحكم. قلت المدرب فيلود أكيد في حيرة كبيرة، أصبحت خياراته صعبة جدا ومعقدة في ظل التقارب الكبير في المستوى بين اللاعبين، وكذلك التنافس الكبير في كل المراكز تقريبا، خاصة في ظل ثراء الزاد البشري المتوفر على ذمة الإطار الفني. وناخذ على سبيل المثال الهجوم اللي فيه كل من عمر مرعي، دياغو أكوستا، الخليل بنغورا، أيمن صفيقسي، وأمين الشرميتي. هيك علاش قلت الاختيارات أصبحت صعبة بالنسبة للإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. كرة ترجع في مناطق النجم الرياضي الساحلي، ترجع بمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. حتى على مستوى وسط الميدان كان سؤال مطروح بقوة، هل سيغير أم يبقي المدرب على نفس الثالوث اليوم في وسط الميدان؟ لكنه أبقى على محمد أمين بن عمر، حمزة الأحمر، وعلي البريقي. لكن جاءت التغييرات بعد ذلك مع دخول كل من سليم بن بلقاسم ووجدي كشريدة مكان كل من حمزة الأحمر وعلي البريقي. والكرة ترجع بمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المونستيري. مجدي المسراتي يرفع الكرة،
ويقطع التراجكتوار اللاعب المهاجم، لكن تمشي الكرة للحارس. الكرة ياخذها أيمن البلبولي، كانت خطيرة جدا لعب الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت يقطع التراجكتوار زيادة المشموم، ولكنه ما لمسش الكرة. 3 دقائق كوقت مبدد يعنى عليهم الحكم، تقريبا 3 دقائق مازالوا، لانه ادركنا نجم نقولوا 90 دقيقة، 3 دقائق على نهاية المباراة. النجم الساحلي متقدم مشاهدينا الكرام في دربي الساحل بهدف دياغو اكوستا منذ دقيقة 63، والكرة عند النجم، عند سليم بن بلقاسم، سحب الكرة الثابتة اللي أتت بالهدف. سليم بن بلقاسم مكان حمزة الأحمر، وزوز لاعبين يحفقوا الكرة الثابتة، تمكن باش يعني ينفذ ركنية دقيقة. وكذلك ما ننساوش الصعود والارتقاء نتاع دياغو أكوستا فوق الجميع، والعملية كانت متكاملة بين سحب الكرة الثابتة والتنفيذ، وكذلك سحب الهدف دياغو أكوستا اللي كمل عقد 6 لاعبين اللي سجلوا إلى حد الآن بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. يتنفذ التماس من حمدي نقيز، سليم بن بلقاسم يرجع لحمدي نقيز، حمدي نقيز يربح الوقت للنجم الرياضي الساحلي ولاعبيه باعتباره متقدم في النتيجة، والعكس هو الصحيح بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري اللي يحاول يفتك الكرة بأكثر سرعة. المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري. إذا مكرم البديري ينفذ المخالفة قبل دقيقة وبعض الثواني، دقيقة وثلاثين ثانية على نهاية المباراة. النجم يريد التأكيد في المنستير وتحقيق العلامة الكاملة، 3-3. الكرة عند أيمن الصفيقسي، ترجع له لا عمرو مرعي، ما يتمكنش باش يروض الكرة، يرجع الهجوم المعاكس للاتحاد الرياضي المنستيري، ولا ما يخوش الكرة الملعب الحسين، والمخالفة ضد محمد أمين بن عمر. قلت التأكيد في المنستير رغم أنه التركيبة المثالية ما زالت في طور الاختبار، وأكثر من تحوير يطرأ على التشكيلة لتقديم أداء أفضل بالنسبة ليوبير فيلود. أكيد في الجولات القادمة باش يعني يقدم أكثر التشكيلة المثالية، وأكيد مباراة اليوم مثلت له دون شك اختبار حقيقي لبعض اللاعبين. كرة من مجدي المصراتي والراسية، ياخذها الحارس بلبولي، يستعمل كل الخبرة بتاعه البلبولي، يتبع الكرة، يتبع الكرة أيمن البلبولي، كرة رأسية. من زياد المشموم ترجع الكرة عند وجدي كشريدة، وجدي كشريدة يتخلص من مجدي المصراتي، يتقدم بالكرة، تقريبا الوقت انتهى، ويلعب كرة مباشرة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، والحكم يعلن مشاهدينا الكرام في هذه الآونة عن نهاية المباراة ونهاية ديربي الساحل بانتصار النجم الرياضي الساحلي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في المنستير بالذات بهدف مقابل 0، هدف دياغو أكوستا في الدقيقة 63 من المباراة. إذا هدف مقابل 0، النجم العلامة الكاملة، و3 انتصارات، يبقى في صدارة الترتيب مع الترجي الرياضي التونسي، وبطبيعة الاتحاد الرياضي المنستيري بعد 2 تعادلات ينقاد اليوم إلى الهزيمة. الانتصار هو رقم 47 في هذا الديربي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي على الاتحاد الرياضي المنستيري، وبطبيعة نتمناو حظ أوفر للاتحاد في ما تبقى وفي بقية الموسم، بينما النجم الرياضي الساحلي حقق المهم كما قلت
قبل بطبيعة فترة باش تكون صعبة فيها لقاء الترجي في البطولة ولقاء الأهلي الليبي بالنسبة لكأس الأبطال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات كل الفريق التقني والفني من مصورين وتقنيين، كذلك تحيات المخرج سمير العجيمي ومحدثكم حافظ بن عامر. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء، صباح الخير.